السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله يا مس رح أشرح لكم نص ما أحسن أن نفعل مثلهم، ورح نحل الأسئلة. أولا سأقوم بقراءة النص صفحة 17 و18. استمع جيدا. ما أحسن أن نفعل مثلهم. يعمل والد مهند صحفيا، يجول في البلدان والدول لينقل للعالم أهم الأحداث والأخبار فيها. قال مهند: حدثني يا والدي عن غرائب أعجبتك في البلدان التي زرتها. قال أبوه: أعجبني في اليابان جمهور كرة القدم، إذ يأتي المشجع إلى المدرج قبل المباراة بيوم، ويحجز مكانه بوضع شريط لاصق، يكتب عليه اسمه ورقم بطاقة الحضور، ويضع زجاجة ماء، وفي يوم المباراة يأتي كل مشجع إلى مكانه المحدد من غير ازدحام. وأعجبني أكثر أن ذلك كله يحدث من غير وجود أجهزة التصوير والمراقبة. وفي سنغافورة يجمعون القمامة والنفايات ويحرقونها لتتولد من عملية حرق الطاقة الكهربائية المفيدة. أما الرماد فينقلونه إلى عرض البحر، حيث بنوا جزيرة القمامة من الرماد وزرعوها فتحولت إلى جنة خضراء. وفي هولندا أعجبني سكان مدينة أمستردام التي تعرف بعاصمة الدراجات، لأن أكثر من نصف سكان هذه المدينة يستخدمون الدراجات يومياً. الدراجات يومياً ليس لأنهم فقراء، بل لأن ذلك أفضل لصحتهم وبيئتهم. قال مهند: ما أحسن هذه العادات، وما أحسن أن نفعل مثل أصحابها. يعمل والد مهند صحفياً، أي يعمل في نقل الأحداث والأخبار، ويجول في البلدان والدول، أي يسافر كثيراً بين الدول والبلدان لينقل للعالم أهم الأحداث والأخبار فيها. إذن يعمل والد مهند في مجال الصحافة لينقل الأخبار والأحداث بين دول العالم. قال مهند: حدثني يا والدي عن غرائب أعجبتك في البلدان التي زرتها. طلب مهند من والده بأنه يحدث عن الغرائب التي شاهدها في البلدان التي زارها. الغرائب هي العادات أو الأمور الخارجة عن المألوف. فقال له أبوه عن طريقة حجز مشجع الياباني مكانه عند حضور مباراة كرة القدم. يأتي المشجع عند حضور مباراة كرة القدم إلى المدرج قبل المباراة بيوم، ويقوم بوضع شريط لاصق يكتب عليه اسمه ورقم بطاقة الحضور. وفي اليوم التالي يأتي كل مشجع إلى مكانه المخصص من غير ازدحام، أي من غير تدافع، ويجلس في مكانه المخصص. وأعجبه أكثر أن ذلك كله يحدث من دون أجهزة التصوير، من غير وجود أجهزة التصوير والمراقبة. إذن أولا حدثه عن طريقة حجز المشجع الياباني لمكانه عند حضور مباراة كرة القدم. وفي سنغافورة يقوم السكان بجمع القمامات والنفايات ليحرقونها. فكروا في طريقة للتخلص من النفايات والقمامات، وبالتالي يستفيدوا من هذه الطريقة. قاموا بحرق هذه النفايات والقمامة، بعد ذلك قاموا بتوليد الطاقة الكهربائية المفيدة لهم. بعد حرق النفايات تتحول إلى رماد. الرماد هي بقايا المواد المحترقة، هي بقايا المواد المحترقة. يقوم بجمع بقايا المواد المحترقة النفايات والقمامة، يقوم بجمع الرماد، ومن ثم يلقونها إلى عرض البحر، أي إلى وسطه. يرموا هذه الرماد أو باقي النفايات إلى أين؟ إلى وسط البحر، حيث بنوا جزيرة القمامة من الرماد وزرعوها فتحولت إلى جنة خضراء. فقاموا ببناء جزيرة تسمى بجزيرة القمامة. هذه الجزيرة بنوها من الرماد وقاموا بزراعتها فتحولت إلى جنة خضراء. مفهوم يا مس؟ هاي بالنسبة لسكان مدينة سنغافورة. أما في هولندا أعجبه سكان مدينة أمستردام. سكان مدينة أمستردام التي تعرف أي تسمى بعاصمة الدراجات. لماذا سميت هذه العاصمة بعاصمة الدراجات؟ لأن أكثر من نصف سكان هذه المدينة يستخدمون الدراجات بشكل يومي. لماذا يستخدمونها؟ هل لأنها مفيدة هل لأنها رخيصة الثمن؟ لا، إذن يستخدمونها ليس لأنهم فقراء ولأنها رخيصة الثمن، لأنها أفضل لصحتهم وبيئتهم. قال مهند: ما أحسن هذه العادات، وما أحسن أن نفعل مثل أصحابها. إذن الآن رح أقوم بتوضيح معاني المفردات في النص.
صحفياً يعمل في الإعلام ونقل الأحداث. يجول، يسافر كثيراً. جمهور، جماعة من الناس. المدرج، المكان الذي يجلس عليه الجمهور حول الملعب. يحجز، يتخذ مكاناً خاصاً. ازدحام، تدافع. القمامة، النفايات. تتولد، تنتج. الرماد، ما يتبقى من المواد المحترقة. عرض البحر، وسطه. أما الأفكار الرئيسة، عمل والد مهند في الصحافة وتنقله بين بلدان العالم. كيفية حجز المشجع الياباني مكانه عند حضور مباراة كرة القدم. يقوم سكان مدينة سنغافورة بحرق النفايات لتوليد الطاقة الكهربائية. تعرف مدينة أمستردام بعاصمة الدراجات. أما الآن سنقوم بحل معاني المفردات والتراكيب. السؤال الأول، صل الكلمة في العمود الأول بما يناسب معناها من العمود الثاني. يجول، ازدحام. يحجز، رماد. تدافع، يسافر كثيرا. ما يتبقى من المواد المحترقة. يتخذ مكانا خاصا. دخان. يجول، يسافر كثيرا. ازدحام، تدافع. يحجز، يتخذ مكانا خاصا. رماد، ما يتبقى من المواد المحترقة. السؤال الثاني، اختر الضد المناسب لكل كلمة فيما يأتي واكتبه في الفراغ. هدم، أقل. غني، ضار. مفيد، ضار. أكثر، أقل. فقير، غني. بنى، هدم. السؤال الثالث، ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي. يعمل والد مهند صحفيا، أي يعمل فيه السياحة والسفر، تأليف الكتب، الإعلام ونقل الأحداث، الإعلام ونقل الأحداث. ب. أعجبني في الياباني جمهور كرة القدم. كلمة جمهور تعني اللاعبون، المشاركون، المشاهدون. الجواب الصحيح المشاهدون. عرض البحر يعني مياهه، وسطه، شاطئه. الجواب الصحيح هو وسطه. السؤال الرابع، استخرج من الفقرة الثالثة كلمتين تؤديان المعنى نفسه، القمامة والنفايات. السؤال الخامس، حدد معنى الكلمة التي تحتها خط من السياق. ما أحسن هذه العادات. معنى العادات هنا أي التصرفات والأفعال. ب. تتولد الطاقة من عملية الحرق. تتولد أي تنتج. أسئلة الفهم والاستيعاب. السؤال الأول، ماذا يعمل والد مهند؟ يعمل صحفيا. كيف يحجز المشجع الياباني مكانا له في المدرج؟ يأتي المشجع إلى المدرج قبل المباراة بيوم ويحجز مكانه بوضع شريط لاصق يكتب عليه اسمه ورقم بطاقة الحضور ويضع زجاجة ماء. السؤال الثالث، بما تعرف مدينة أمستردام؟ تعرف مدينة أمستردام بعاصمة الدراجات. السؤال الرابع، ما الفائدة من استخدام الدراجات كما جاء في النص؟ تستخدم للتنقل فهي أفضل للصحة والبيئة. السؤال الخامس، كيف يتعامل الناس في سنغافورة مع القمامة والنفايات؟ يحرقونها لتتولد من عملية الحرق الطاقة الكهربائية المفيدة. أما الرماد فينقلونه إلى عرض البحر حيث بنوا جزيرة القمامة من الرماد وزرعوها فتحولت إلى جنة خضراء. يعطيكم العافية.